للمزيد نشرف بوجود الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية معنا الآن عبر الهاتف. أستاذة فريدة مساء الخير. مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل المشاهدين ومساء الخير على الإنسانية كلها بهذا المنتدى الرائع العظيم اللي أصبح أيقونة في العالم كله زي ما احنا شايفين كده. ورئيس في كلمته اليوم قدم كشف نجاح للدولة المصرية في السنتين الماضيتين رغم كورونا، قدم روشتة نجاح أيضا يمكن أن تحذو بعض الدول حذو مصر في تحقيقها لتتخطى تبعات الجائحة في المستقبل. كيف قرأت هذه الرسائل أستاذة فريدة؟ يعني أنا شايفة أن الرئيس يعني وجه رسائل عديدة جدا جدا جدا، منها أهمية الشباب طبعا، وهو احنا طول عمرنا بنقول ان هو رهان على الشباب لان هو ده الرهان الرابح وهو ده الرهان المظبوط يعني. بس الرئيس اتكلم كمان على اختلاف المشاركين، وان الاختلاف ده ممكن يبقى ثروة بدل ما يبقى حروب، لما يبقى في مجال يعني تعاون وآفاق مستقبلية أرحب وأفضل للإنسانية بيبقى حاجة بتثري الإنسانية كلها. وعلى فكرة كل يعني سمات عهد الرئيس السيسي هي كلها كده، كلها بناء زي ما قلنا، عمره ما كان في حاجة عنده فيها تدمير أو خراب، أو زي ما قال كده دولة مسالمة ومش مستسلمة، دولة قوية وليست مقاتلة يعني مش قاتلة يعني. يعني في حاجات بيحددها بتبقى هي دي المسار اللي احنا ماشيين عليه واللي الإنسانية كلها دلوقتي بتحتذي بيه. يعني احنا لما شفنا النهارده الشخصيات والرؤساء والمسؤولين اللي يعني تدخلوا بكلمة في هذا المنتدى، ده بيوريك قد ايه هذا المنتدى أثر في الإنسانية كلها يعني ليس فقط في مصر. وهو الرئيس بيتكلم عن يعني لما بيبقى فيه تعاون ولما يبقى فيه وحدة شعبية ولما يبقى فيه إيمان بالقيادة بتيجي جائحة بشعة زي جائحة كوفيد دي ولا كورونا بتخلي بلد زي مصر الحمد لله يحقق نموا، مش بس يعني ليس فقط انه بيحافظ على الوضع يعني، بالعكس بيحقق نمو، وبعدين بيفتح افاق جديده، وبعدين بيفتح امل للمستقبل بالنسبه لكل شباب العالم. وبيؤكد انا دي يعني من الحاجات اللي اثرت فيا قوي قوي النهارده كلمه الرئيس، ان الاختلاف بين كل الشباب والحوارات اللي بينهم، يعني لما اثنين مختلفين بيوصلوا لحل يبقى ده أجمل حاجة في الدنيا، لأن كل واحد بيحط كل الإيجابيات اللي عنده. وهذه فلسفة هذا المنتدى أستاذة فريدة، فلسفة أن نقنع بعضنا البعض لا أن نتواجه أو نتحارب، يعني أن تكون هناك لغة حوار، وهذا هو الأفضل، وهذه هي رسالة من هذا المؤتمر. بالضبط، ودي رسالة رائعة ورسالة كنا كلنا محتاجينها. وإحنا شفنا أنه إزاي لما بيبقى الحوار بيتراجع إزاي الدم هو اللي بيسيل على الأرض، وإزاي الوحشية بتبقى موجودة والتوحش، وعلى فكرة وتشويه صورة الإنسان بشكل عام. اللي قاله النهاردة الرئيس ده يعني ممكن نقول إنها يعني الأعمدة للمستقبل المزهر، واللي أنا شايفة الحمد لله إن في دول كتير جدا في العالم زائد شباب العالم بدأوا يقتنعوا بتفسير أو فكر الرئيس السيسي. والرئيس كما عودنا يتحدث بشفافية بإيضاح، بعرض كل المشاكل على الطاولة، سواء في كلماته في منتديات محلية أو في منتدى دولي كالذي رأيناه اليوم. تحدث أن الإصلاح الاقتصادي رغم أنه كان قاسيا بالفعل إلا أنه هو من حمى الاقتصاد المصري وكان أو أعطاه شيء من المرونة والقوة والمناعة ضد مشاكل مفاجئة مثل التي واجهها في أثناء الجائحة، رغم أن دول أخرى لم تستطع مواجهة هذه الظروف الصعبة أو المفاجئة، فبالتالي هناك شفافية من وقت بدء البرنامج الإصلاحي وحتى الآن ونحن في المرحلة الثانية منه. مظبوط، هو في شفافية بس في أيضا وده نقطة مهمة جدا جدا، في ثقة، يعني في تبادل ثقة، الرئيس يثق في الشعب والشعب يثق في الرئيس، ولذلك يعني لما الرئيس بيطلب من الشعب حاجة الشعب بيقدم عليه وهو مؤمن ان الهدف الاساسي للرئيس هو
ده يكون مكسب لمصر للوطن. يعني الوطنيه دي على فكره حاجه كنا مفتقدينها زي ما انت عارف في الفتره اللي فاتت، يعني شفنا ناس بتحتقر الوطن. احنا لما بنلاقي قائد بيحب الوطن وبيسعى الى رفعته احنا بنبقى كلنا وراه، وزي ما شفنا في الصعيد كانوا الشباب يقولوا كلنا في ظهرك يا ريس، ودي حاجه بقى لها كتير قوي ما حصلتش على فكره. كتير قوي يعني. استاذه فريده، ايضا الرئيس اليوم عرض لبعض المبادرات الرئاسيه، وانا بشكل شخصي اعتقد ان هذه المبادرات الرئاسيه المتعدده سواء مبادرات رئاسيه صحيه او تنمويه هي من اعطى القوه والمرونه وقوه الدفع للاقتصاد المصري منذ ان بدات ربما في 2015 وحتى الان. هي كل فتره هناك مبادره تسلم مبادره او تكمل مبادره اخرى، فبالتالي هناك شيء كثير من المرونة وخطة عمل وهدف ورؤية لسنوات كثيرة في الأمام. وهذه المبادرات أيضا مفتقدة في كثير من الدول لولا التجربة المصرية في إطلاق مبادرات متعددة متنوعة طوال الوقت. طبعا، وإحنا شفنا أنه هو الرئيس لما بيتكلم عن مثلا مبادرة حياة كريمة دلوقتي العالم كله بيتطلع إلى الاستفادة منها وإلى استخلاص الدروس منها. يعني لما يبقى رئيس كل الشباب وكل النساء بتخضع لكشف طبي وقائي، ده شيء عظيم، ده شيء، ده الناس كانت بتموت من المرض ومحدش بيسأل فيها، ما بالك اللي لسه واقفين على رجليهم وفي رئيس مهموم بما لا قدر الله يحتمل أن يصيبهم من مرض. فدي حاجة يعني بقالنا كتير ما شفناهاش، ومصر كانت محتاجة مثل هذا القائد في الفترة دي، وثبت انه وجوده فعلا هو اللي خلى مصر بدأت تنطلق وبدأت تبقى مثال كما كانت دائما. يعني مصر دائما كانت كل الدنيا بتتوجه لها، لكن مش معقول هتتوجه لها وهي نايمة او هي بتقتل او هي بتكفر او هي، لا ده ما كانش، دي مش السمات المصرية. السمات المصرية رجعها تاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله ان شاء الله سمات البناء يعني مصر هتبلغ معه يعني اقصى درجات النجاح. استاذه فريده، هناك ايضا شيء لافت رغم الجائحه التي استمرت لاكثر من عام، لكن الالتزامات الاجتماعيه للدولة المصرية نحو شعبها لم تتوقف، إذا كان ذلك في مبادرات صحية مستمرة حتى الآن، في مبادرات خاصة بالإعمار بتحسين حياة الناس، كل هذه المبادرات لم تتوقف رغم كل المشاكل التي واجهت الدولة المصرية واقتصادها. حققنا بالتالي أيضا نسب نمو جيدة جدا ب 3.3% كما أعلن الرئيس اليوم، فبالتالي هذا النجاح مركب في هذه الحالة. طبعا شوف يعني كل انا بقرا الجرائد الاجنبيه يعني المترجمه، يعني الحقيقه انه في يعني اقرار عام وشامل بان التجربه المصريه تجربه فريده وانها تجربه ناجحه وانها تجربه تستحق الاثراء والثناء والاشاده، لانها زي ما انت قلت كده يعني الرئيس لما يبقى مثلا بيشوف الناس اللي قاعده ساكنه في مساكن عشوائيه مهينة ومضرة كل اللي انت عايزه من كلمات الإدانة، وبعدين يطلعهم مثلا من حي عشوائي متردي جدا إلى عمارات سكنية محترمة جدا. انت فاكر المواطن ده؟ ما هو المواطن ده لازم يحس، هيحس طبعا وأكيد حاسين بأنه في قائد بينقلهم من القاع إلى القمة، عشان كده هم عايزين يوصلوا مع القمة ومؤمنين باللي هو بيعمله، وزي ما قلت لك الثقه متبادله. صحيح. يعني هو بيثق فينا بس احنا بنثق فيه جدا جدا جدا. بشكرك جدا الاستاذه فريده الشباشي الكاتبه الصحفيه ضيفه عزيزه، كنت معنا على الهواء عبر الهاتف.